نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني. تناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها الوضع الراهن للتجارة الإلكترونية في مصر ومدى الجاهزية من حيث البنية التحتية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم للتجارة الإلكترونية في مصر. فكرة التجارة الإلكترونية يمكن هي فكرة قديمة حديثة، قديمة لأنها موجودة من البدايات، لكن حديثة لأنها تطورت في الفترة الحالية، وخاصة مع فكرة انتشار الكورونا اللي مرت بيها العالم كله، واللي أسفرت أو يعني قدرت يعني جائحة كورونا دي كل الدول من خلالها تتعرف عن نقاط قوة ليها ونقاط الضعف في نفس الوقت. الدولة بشكل عام قدرت ان هي تحول من خلال القوانين او الاداة التشريعية، قدرت تحول من ان يبقى فيه عراقيل خاصة بتقنين الاوضاع او ان انت تقدر تحصر الاقتصاد غير الرسمي، ان فيه ادوات تشريعية تمام علشان تسهل الاجراءات ديت على كافة مزاولي الانشطة الالكترونية. التجارة التقليدية انا خلاص بنافس ناس ممكن تكون في نفس الحي او نفس المدينة او نفس على الاقل يعني اكتر تقدير في البلد اللي انا موجود فيها، او لو انا بصدر فالسلعة بتاعتي دي في 3-4 دول تانية مميزة فيها. لكن التجارة الإلكترونية أنا بنافس أي حد موجود في العالم، وبالتالي أنا محتاج الجاهزية بتاعتي دي تبقى أعلى، خاصة لما احنا نعرف إن احنا تقريبا ال 13 على مستوى الدول العربية، يعني عندنا تنافس قوي جدا مع دول في الخليج، خاصة الإمارات، السعودية، قطر. عندهم تسهيلات كتيرة، يعني حتى مش بنتكلم فقط في الجزء اللي له علاقة بالبنية التحتية التكنولوجية، لكن كمان بنتكلم في تسهيلات مختلفة من ضمنها طبعا تسهيلات ضريبية او تسهيلات في التأسيس. كان الدور الأساسي اللي احنا نهيئ البيئة الموافقية للمشروعات ان هو يقدر من خلالها يوفر مجال مناسب لعملية النمو الاقتصادي اللي يقدر يساعد بيه في عملية رفع المستوى المعيشي والدخل القومي في مصر. وده كان دور دي كذا محاول. ان احنا كجهاز تنمية المشروعات ممكن يكون المعروف ان هو إقراض فقط. لكن احنا عندنا في خدمات تمويلية وخدمات غير مالية.